الحرية. والأستاذ عبد السعيد قاسم قبل قليل قال أن المصادر في المحافظة قالت له أنه لم يحدث ذلك، ما صحة الموضوع؟ سمح الله للأستاذ عبده الذي يستمع فقط للتقارير اللي تصلهم من الأمن والجهات الاستخباراتية ولا يصدقون الواقع. يا سيدي، الذي حصل بأن هناك مجاميع جاءت من الفرقة من القوات المسلحة التابعة للحرس الجمهوري، واقتحمت أيضا مع رجال الأمن، اقتحمت المنزل وأخذوا 3 أشخاص كانوا موجودين في ديواني. بقية المنزل مغلق لا يوجد فيه أحد، وأخذوا كسروا الأقفال وأخذوا بعض الأجهزة كالكمبيوتر ونهبوا بعض الأشياء. اعتقلوا هؤلاء 3، أحدهم مصاب بالسرطان ولأنه مريض أطلقوه، وبقى 2 إلى الآن لا زالوا معتقلين. هذا المنزل ليس فيه حراسة أبدا، لأني لا أقيم فيه دائما، كنت أقيم فيه عندما كانت الساحة موجودة. هذا واحد. أقول للأستاذ عبده يروح يسأل الجيران ويسأل أن قيثان وصل يا إلى المنزل. سلطان، على كل حال، انا سمعت الاخ عبد سعيد واقول له عيب ان يقول ان امس حصل قتيل فقط في وادي القاضي وقتيل في وادي الضباب او في نقطه الضباب، لان كان هناك مسلحين، هناك مواطنون دخلون بدون اي اسلحه وقتل منهم 4، وحوالي 4 قتلوا في وادي القاضي وشارع جمال. فعيب يا استاذ سعيد، وعيب أيضا أن تتغاضوا عن انتهاك حرمات نساؤكم يا أبناء تعز من قبل هؤلاء البلاطقة. يوم أمس حصل انتهاك لحرمات النساء في تعز. نعم، هؤلاء البلاطقة بالقوة مزقوا ثياب بعض النسوة وقالوا لهن كلاما لا أستطيع ولا يستطيع أي حر شريف أن يعيد الكلام الذي قالوا. يا سيدي، عيب عليكم يا أبناء تعز أن تسكتوا أو أن تدافعوا عن هؤلاء القتلة وعن هؤلاء المجرمين. عيب أن تسكتوا عما يدور لأعراضكم. عيب إذا لم يستثار كل حر وشريف في تعز وفي اليمن على بناء عرضه على وعلى هذا يا دمائه. عيب عليك يا سعيد، أنت وأمثالك. عيب عليك أن تدافع عن قتلة عن مجرمين. ساحة الحرية تسحب برشاشات ثقيلة، وقد كنت أسمع ما يجري، ودخل الجنود وهم مخدرون. نعم، يعملوا لهؤلاء الجنود الذين يقتحمون الساعة حبوب مخدرات، فيدخلون ويقتلون الناس ويرشوهم كالذباب. نعم يا سيدي، وبلاطج آخرين يرشوا بالبترول ويحرقون الخيام والناس فيها، من ضمن الأشخاص الذين يقوا 15 معاق. طيب يا نعم، شيخ سلطان، في الصباح جاءت شيولات وأخذت الفذة المتفحمة على قلابات وذهبت بهم إلى القمامة. هذه هي تعز، هذه المجزرة لم ترتكب إلا في التاريخ إلا مرة واحدة في ألمانيا، عندما ارتكب النازيون محرقة المحارق في ألمانيا، يرتكبها نظام علي صالح. وأنتم يا عبد سعيد أو يا سعيد عبده تدافعون عن هذا النظام وليس معكم إلا الفتات. ماذا معك؟ هؤلاء نهبوا البلد، نهبوا كل ثروات البلد، انتهكوا حرمات الناس. طيب شيخ سلطان، انتهكوا حرماتكم. شيخ سلطان، وصلت الفكرة. شيخ سلطان، وصلت الفكرة. 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 ماذا معك؟ طيب شيخ سلطان، عفوا. شيخ سلطان، وصلت الفكرة بهذا الخصوص. ضمن ردود الفعل على أحداث اقتحام ساحة الحرية في تعز، هناك اليوم موقف أعلن عنه وتناقلته موقع الأنباء، أن قبائل بكيل أعلنت استعدادها للدفاع عن المعتصمين في تعز. ما هو تقييمك لهذا الموقف؟ وأنت كأحد أعيان ومشايخ محافظة تعز، هل عجزت قبائل تعز عن حماية أبنائها؟ أولا، قبائل بكيل يشكرون على هذا الموقف وعرضنا هو عرضهم، ونحن وجه هذا الكلام للأخ هذا الذي تكلم سعيد، ليس فيه كرامة، لأنه سيأتي من ينصره من آخرين، ونحن نشكل ربع سكان الجمهورية. نحن قادرون.
على أن ندافع عن شبابنا، وسندافع عن شبابنا بحكم إلهي. قال الله سبحانه وتعالى: من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فتعز كلها ساحة للحرية، وسندخل ونعمل ساحات في كل مكان، وليعمل هؤلاء البلاطجة ما يعملون، وسيرون رد فعلنا، وسيرون الشباب ماذا سيفعلون. طيب شيخ سلطان، في الاجتماع بالأمس لمشايخ تعز، يعني تقريبا 100 شيخ، كان ضمن ما خرج بهذا الاجتماع هو التعهد بحماية المعتصمين واستعادة ساحة الحرية، والآن هناك أنباء يعني بحسب ما تحدث الصحفي فؤاد القاضي عن يوم الجمعة سيكون هناك تصعيد إما لاستعادة الساحة أو عمل ساحات أخرى في المدينة. ما المعلومات؟ تصعيد من يوم غدا، سيكون هناك مظاهرات وتصعيد يوميا، وتعز كلها ساحات، والأيام القادمة سترون، ولن نقف مكتوفي الأيدي. سندافع عن شبابنا، سندافع، من سيعتدي عليهم سنعتدي عليه، سنرد وندافع، وهذا حق شرعي كفله لنا الشرع، وهو حكم إلهي. سندافع عن أهلنا. طيب. سندافع عن شبابنا، سندافع عن عرضنا، ونقول لمثل عبده هذا الذي تكلم. طيب يا شيخ سلطان، المخاوف إذا ما لجأتم إلى السلاح أخي، يعني ندعهم يحرقون الشباب حرقا بالغازات وبمواد حارقة وبرشاشات، ونقول لهم شكرا ماذا؟ طيب أنتم تقولون في المعارضة أن النظام من خلال كل هذه المحاولات هو يسعى إلى الاقتتال أو الحرب الأهلية فيما بين أبناء اليمن، ألن يكون هذا مبرر أو نجاح للنظام بحسب ما يرى؟ يا سيدي، نحن لن نكون المعتدين، لكننا لن نسكت، سنرد على كل من يقتل، وسنرد على كل من يعتدي على عرضنا، سنرد ولن نقف مكتوفي الأيدي. يجب أن يعلم صالح وأزلامه وقيران هذا المجرم وغيره، يجب أن يعرفوا بأننا سنرد إلى أي شاب، سيعرفون موقفنا في الأيام القادمة. أشكرك الشيخ سلطان السامعي، عضو مجلس النواب، كنت معنا من محافظة تعز، من أصداء اليوم متواصلة معكم، لكن نذهب إلى فاصل إعلاني ومن ثم نعود لنستكمل باقي.